السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي ان احنا نعمل عنوان URL مخصص لقناة اليوتيوب. قبل ما تعمل عنوان URL لقناتك لازم تبقى عارف شروط تفعيلها. شروط تفعيلها هي 4 شروط بس. اول شرط ان قناتك يكون فيها 100 مشترك او اكتر. تاني شرط ان يكون عدى على قناتك 30 يوم او اكتر. تالت شرط وهو انك تكون حاطط صورة ملف شخصي عندك في القناة، وهي دي صورة الملف الشخصي بتبقى بالشكل ده كده اللي بتبقى هنا صورة القناة. ورابع شرط هو انك تكون حاطط غلاف عندك في القناة زي ده كده بالظبط، يبقى غلاف كبير زي ده وبس كده. هما دولت ال4 شروط. بعد ما انت اتأكدت انك مستوفي ال4 شروط دولت، هتبدأ دلوقتي انك تفتح الصفحة الرئيسية بتاعت القناة بتاعتك، بعدين هتدوس على تخصيص القناة. تمام، هي دي الصفحة اللي هتتفتح لك اول لما تدوس على تخصيص القناة. وطبعا لو ما لقيتوش فتح لك هنا في الجزء ده، هتنزل تحت وتدوس هنا على التخصيص. وبعد ما تدوس على تخصيص هتدوس هنا على المعلومات الاساسية. تمام، بعدين هتنزل شوية وهنا في الجزء اللي هو بتاع عنوان URL الخاص بالقناة، هنا هتلاقي ده العنوان URL بتاع قناتك، وطبعا هتلاقيه بالشكل ده. وهنا هتلاقي لو انت مستوفي الشروط هتلاقي هنا مكتوب ضبط عنوان URL مخصص لقناتك. دي هي دي اللي انت هتدوس عليها عشان تعمل العنوان الخاص بقناتك. وهنا طبعا هتلاقيه هو مختار لك اصلا الاسم بتاع قناتك. لو انت كاتب اسم القناة هتلاقيه كاتب الاسم معاك اهو. لو انت مش عاجبك الاسم العادي بتاع القناة ممكن تختار ده، بس طبعا انت هتضيف مثلا لو انت عايز تضيف حرف زيادة او رقم. لو انت مش حابب انك تضيف حرف او رقم ممكن تسيبها زي ما هي على الاختيار ده. تمام، دلوقتي انا خلاص اخترت العنوان URL ده وهدوس على كلمة نشر. وهنا طبعا هو بيأكد لك على انك تختار العنوان URL المخصص، وبيقول لك انك مش هتقدر تغير عنوان URL بتاعك المخصص او انك تنقله لقناة تانية بعد ما انت ظبطته على كده. فانت طبعا تدوس على تأكيد. وبكده يبقى هو ده عنوان URL المخصص بتاعك، هتلاقيه بالشكل ده كده. ولو جينا اهو ناخده كده اهو، كليك يمين كوبي، فتحنا صفحة تانية كده اهو. وزي ما انتوا شايفين هنا كده دلوقتي هو ده العنوان URL بتاع القناة الجديد، هتلاقوه بالشكل ده كده. وطبعا شكله احسن وهيبقى شكله احترافي اكتر وسهل للحفظ، بحيث انك لو انت عايز تكتبه من غير ما انت تنسخه وكده هتلاقيه بالشكل ده، هيبقى سهل معاك واحسن طبعا من العنوان URL القديم، شكله مش احترافي وشكله مش حلو. تمام، هو دي طريقة سهلة جدا انك تعمل عنوان URL لقناتك. وبس كده نكون احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو اي حد عنده سؤال ياريت يكتبه لي تحت في التعليقات، وانا بإذن الله هرد عليه في اقرب وقت. السلام عليكم.